مشاهدينا الكرام، صباح الخير والسعادة والأمل على حضراتكم، وكل عام وأنتم بألف خير. ونحن نعيش هذه الأيام المباركة ونستقبل من خير أيام الدنيا يوم عرفة. لنا لقاء من دار الإفتاء المصرية، نتحدث من خلال هذا اللقاء عن سبب تسمية يوم عرفة وفضله، وأيضا موافقة هذا اليوم ليوم الجمعة. لكن دعونا في البداية نرحب بضيفي الكريم دكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. برحب بفضلتك معنا. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور خالد. في البداية، سبب تسمية يوم عرفة بهذا الاسم؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هو يوم عرفة هو اليوم الذي يقف فيه حجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفة أو في مكان عرفة، الموقف يقفون فيه، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرفة كلها موقف. موقف. نعم، يصلح يقف فيه الحاج فيجزئ عن حجه أن يقف في هذا المكان الذي يطلق عليه عرفة. عرفة اسم مكان. نعم. موجود معروف هناك في المشاعر المقدسة، ربنا سبحانه وتعالى ينول كل مشتاق أن يزور، وهو هذا العمل، هذا المنسك. نعم. هو أعظم أعمال الحج، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. عرفة. نعم. إذن فعرفة اسم مكان بيقف فيه الحجيج يوم التاسع من ذي الحجة، وهذا اليوم هو يوم الوقوف بعرفة. هنا الركن الأعظم هنا في عرفة. نعم، وهو الركن الأعظم من أركان الحج، ولذلك هذا اليوم سمي يوم عرفة، يعني معناها اليوم الذي يقف الناس فيه في هذا المكان الذي يسمى عرفة. لماذا سمي المكان أصلا بهذا الاسم؟ نعم. عرفة، وهنا تجد اجتهادات للعلماء في هذا، ونستحسن منها الذي يقول أنه في هذا المكان لما أهبط آدم عليه السلام وأهبطت حواء، وكان فيه أشبه ما رحل ما يكون برحلة بحث كل واحد فيهم عن الآخر، ليتعارفوا هنا، ليلتقوا، وبعدين هم عارفين، لكن عايزين بقى يلتقوا في الأرض مرة ثانية، فكان مكان الالتقاء في هذا المكان، فعرف بعضهم بعض. صحيح. يعني عرف بعضهم بعضا في هذا المكان، ومن ثم أم قال خلاص يبقى المكان ده اسمه عرفة أو عرفات دي. نعم. أو دي، وبالتالي أطلق على هذا المكان هذا الاسم، وهذا اليوم اللي هو يوم التاسع. نعم. أطلق على العبادة اللي بتحصل في هذا المكان. نعم. وينفع نقول يوم عرفة بقى بهذا المنطق. نعم، الوقوف بعرفة، هذا المشهد ويمكن الحشد الكبير له رسالة أخلاقية مهمة جدا للعالم أجمع، ما هي هذه الرسالة من هذا الحشد؟ حقا هذا الحشد الكبير الذي شاء الله ويشاء الله أن يجتمعوا في هذا اليوم العظيم، في هذا المشهد المهيب التي تتوحد فيه الأزياء، وتجد كله نفس الزي، وتختلف فيه الألسنة واللغات. نعم. يعني تتوحد الـ 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 الأزياء مظاهر. نعم، وأيضا هناك اختلاف للألسنة اللغات. نعم. وأيضا هناك اختلاف للألوان، هناك رجال ونساء، فمظهر في بعضه موحد ونظهر بعضه مختلف، والكل ملتجئ إلى الله سبحانه. صحيح. وتعالى أول حاجة رسالة نقدر نستفيدها هي التعارف. أيضا هناك رسالة أخلاقية مهمة جدا لما ننظر إلى صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وهو في هذا اليوم العظيم، وهو في هذا المشهد العظيم، وقد جمع الله له هؤلاء الناس على هذا القلب مع اختلافهم أيضا، وقد جمع هذا الناس. يقول الصحابة الكرام فيما يرونه من الأحاديث، وهو صلى الله عليه وسلم ينفر من عرفات
إلى مزدلفة، ما هو نعم. الحجيج سينفر عند غروب الشمس أو بدءا من نعم. غروب الشمس من عرفات إلى مزدلفة. في هذا الوقت بيكثر التزاحم صحيح، ويعني في التزاحم برضه بعض الناس، ونرجو ان ده ما يحصلش لا في عرفات ولا في غيرها، ان بعض الناس في التزاحم قد يؤذي بمقصود او بغير مقصود او كذا بعضهم بعض. كانت رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتحرك من عرفات ان يشير، ان اشار للناس ويقول: ايها الناس السكينة السكينة. كلمتين بعث بهما رسول الله، ولا زلنا نبعث بهذه الرسالة، رسالة السكينة يعني رسالة الرحمة، بعضنا يرحم بعضا يعني رسالة دفع الأذى، محدش يؤذي الآخر. الثاني يعني رسالة اللطف في التعامل، ما هو أصل الدين حسن الخلق، وحسن الخلق هو اللطف في التعامل. فلما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بهذه كلامه يقل ألفاظه لكن معناه، والتأكيد على السكينة السكينة السكينة. الموقف أحيانا بعض الناس بيلجأ من دفاع بمبرر أو بغير مبرر وكذا لأنه يهرب فيه، فمن من غير بياخد باله أحيانا يؤذي الآخر، يؤذي غيره في الزحام. نعم. لا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بينبه في هذا الموقف العظيم وفي هذا الى هذه القضية. يعني احنا معانا رسالة تعارف، ومعانا رسالة رحمة وسكينة هنا وتحمل الآخر وعدم أذى للآخرين. نعم، ده مهم. ورسالة وحدة أيضا من الملبس الواحد، ورسالة طبعا تعارف وتآلف للقلوب من الملبس الواحد. نعم، رسالة مهمة ونتعلمها في هذا اليوم، رسالة مغفرة. الله، رسالة صفح عن الزلات. الحق سبحانه وتعالى تجلى على عباده في هذا الموقف العظيم ويباهي ملائكته، وكلمة كبيرة جدا لو تدرك، أن يعني يباهي الحق سبحانه وتعالى الملائكة بعباده. بعباده يقول: نعم. جاءوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت له. حتى قيل إن الشيطان يرى في هذا اليوم يحث التراب على رأسه ويقول: يا ويلي يا ويلي، أضلهم طول العام فيضلون، هذا اليوم يسألون المغفرة فيغفر لهم. صحيح. فإبقى الرسالة بتقول المغفرة، فهنيئا لمن تحلى أيضا بالمغفرة والمسامحة في هذا اليوم. نعم. أو في غيره، لأن الإنسان مش حمل التبعات. ومن غفر غفر له، ومن سامح سامحه الله سبحانه وتعالى. صحيح. فهو سبحانه وتعالى أرحم وأرأف من أن يسامح العبد أخاه فيبقي هو سبحانه وتعالى عليه شيء. صحيح. هو سبحانه وتعالى صاحب المعرفة المغفرة الكبرى. ففي هذا اليوم تغفر هذه، حتى خدنا يعني جزء من هذا لما اللي يصوم يوم عرفة، قال لك يغفر له ذنوب سنتين. صحيح. شفت ساعة الرحمة، شفت ساعة المسامحة، يعني ارتبط هذا اليوم بالمغفرة بشكل كبير، بشكل كبير للذنوب. وبالتالي هو ده الفايدة والسلوك الأخلاقي. نعم. أن كمن تحلى أيها المؤمن بالمغفرة. نعم. في هذا اليوم، واسحبه بقى يعني فليكن هذا اليوم البداية، وليسحبه المؤمن على غيره من الأيام لتكون سمة له. نعم. وتدريبا له في غيره، عادة تصبح عادة في حياة المؤمن والمسلم هنا من بعد يوم عرفة. نعم. ومن بعد هذه الأيام المباركة، خلق وسلوك. نعم. المغفرة وسعة المغفرة. نعم، تحدثنا عن الرسائل في يوم عرفة، أيضا أذهب إلى فضل هذا اليوم وصيام هذا اليوم. من السنن. نعم. الصيام. على الصيام، والصيام طبعا لغير الحج. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما حج لم يصم في هذا اليوم العظيم، وروي عنه أنه أفطر، ولذلك فالصيام لغير الحج. أما نحن جميعا فيسن لنا
الصيام في هذا اليوم، وقد ورد فيه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر الذنوب سنتين، سنتين. سنة ماضية وسنة ماضية قادمة أو كذا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالصيام أيضا من السنن اللي احنا ممكن، وهي للحاج ولغير الحاج، هنا تتفق مع في تشارك فيها. احنا وده خلق برضه مهم قوي، معلش ان قضيه الاخلاق دي قضيه مهمه. صحيح جدا. اللي هي حكايه التشارك دي والتعاون، اللي هي احنا القلب الواحد متعلق بهذا المكان كمان، تعلق وتعلق بهؤلاء الناس والتعلق بالانسان. يعني احنا بنعملها بقى مدرسه هنا، وتكون التشارك والتعاون. هناك امر مهم قوي في هذا اليوم، وهو الدعاء. الدعاء، الدعاء أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأفضل الدعاء دعاء عرفة. يعني بهذه الصيغة وفي يوم عرفة، بهذه الصيغة طبعا. نعم، لأنها اقترنت. صحيح. وبأي صيغة؟ يعني من الأعمال والسنن المستحبة في هذا اليوم الصيام، الدعاء، حتى لو اختلفت الصيغ والمطالب من الله، أيضا كمان الذكر. ولو ذهبنا أيضا لسؤال حول موافقة يوم عرفة مع يوم الجمعة، هل يجوز صيام هذا اليوم منفردا؟ هذا عيد ينضم إلى عيد، عيدين يعني يوم الجمعة اللي هو العيد الأسبوعي. نعم. وأيضا العرفة، العيد السنوي، الاجتماع السنوي لهذا المسلمين. فيعني وده يديك إشارة لإيه؟ يديك إشارة إلى أي الفضل، أي صحيح. يبلغ فضل بركة واسعة هنا. نعم، يعني قال لك إيه؟ إن لربكم في أيام دهركم لنفحات أنا فتعرضوا لها. صحيح. فيأتي هنا بقى إيه؟ ومن السنن الصيام. فهل صيام يوم الجمعة عرفة إن وافق يوم الجمعة؟ هو في الأصل في السنة ما ينفعش انك تصوم يوم الجمعه منفردا الا اذا وافق ذلك سببا، ومن الاسباب ان يكون مثل هذا اليوم يوم عرفه، يوم في العاشر عاشوراء وكذا، وانت في عاده لصيام هذا اليوم. فهذا سبب كافي سبب باتفاق العلماء. نعم. وانه صيام هذا اليوم بلا اي كراهه. نعم. ويمكن كمان واحنا بنتكلم عن الصيام في يوم عرفة، هل يجوز الجمع نية هنا في صيام القضاء والنوافل، صيام يوم عرفة مع قضاء ما على الشخص أو المسلم من أيام رمضان؟ هو الأولى طبعا إن الإنسان لو عنده حاجتين ينال بها الثواب، فيعني يصوم الأيام وبعدين أو يعني يفعل الواجبين، وكده يبقى تكثير للثواب كما يقال. لكن من العلماء من أجاز إنه ده اللي حضرتك السؤال ده أو الحالة دي تتحقق كده، يصوم يوم عرفة وهو في نفس الوقت صائم قضاء ما عليه من أيام رمضان، أو كفارة مثلا ليمين أو نحو ذلك، أو كفارة للمرأة مثلا بتقضي شيئا من أيام. من العلماء من يجيز ذلك. المسلم الذي لم يأذن له بالذهاب إلى هذه الفريضة وقضاء، ماذا يفعل في يوم عرفة في بيته ومع أسرته؟ هذه فرصة لأن نطبق سلوكا. حلو. أيضا والحج وعرفة جمع الناس كأنهم أسرة كبيرة. المجمع ده العرفة دي كأننا في أسرة بس كبيرة شوية في هذا الموقف. فلما تجتمع الأسرة في كثير من الأسر معتادة إن على الاجتماع في على مثلا على إفطار عرفة زي إفطار رمضان، ففي كثير من أسرنا معتادة على أو أصدقاء أو ذوي أرحام أو كذا على الاجتماع على هذا اليوم. دكتور خالد عمران، أمين الفتوى بإدارة الإفتاء المصرية، شكرا على وجود حضرتك معنا. بارك الله فيكم، وكل سنة وحضرتك والجميع بكل خير. يا رب جميعا بكل خير. شكر موصول أيضا لحضراتكم، استغلوا أفضل الأعمال في يوم عرفة، وربنا يتقبل منا جميعا. إلى اللقاء.